صارت هذيك تصيع عليه وهو صيع عليها، بعديها قال لها خلص نهايتك الآن. مرحبا، قصتنا اليوم عن بنت اسمها غدير. هاي غدير بنت تزوجت وعاشت مع زوجها تقريبا 15 سنة، ولكن للأسف ال 15 سنة كانوا في عذاب جسدي وعذاب نفسي، انتهى هذا العذاب بمأساة كبرى. فعشان هيك اللي بتكون عنده بنت أو أخت تتعرض للإضطهاد وتشكو من إضطهاد في العلاقة مع زوجها، على طول يخلصها منه قبل ما تتعرض للي تعرضت له غدير. خلينا نشوف مع بعض شو اللي صار مع غدير. غدير بال 2005 اتجوزت واحد من أقاربها ساكن في عمان. المهم بعد ما تزوجته صارت في مشاكل بيناتهم والعلاقة صارت سيئة، رغم أنها خلفت 3 أولاد، بنتين ولد، إلا أنه كانت في دائما خلافات متكررة بين الزوج والزوجة، وكان الزوج دائما يضرب زوجته وبشكل عنيف جدا. وطبعا تحرض، لما تحرض يا يروح هو الزوج يردها يرجعها، يا أما أبوها يرجعها لبيتها غصب عنها. تخيلوا، غصب عنها، بقولها روحي عيشي مع هذا الإنسان المتوحش الذي اعتاد أن يضرب زوجته ليلا نهارا. المهم هاي غدير بال 2021 صار تعمقت الخلافات بينها وبين زوجها، واستمر في أكثر من حالة يضربها ويهددها بالقتل، لدرجة إحدى المرات حمل خنجر وهجم عليها بده يقتلها. بنته الكبيرة يا حرام أصيبت بصدمة عصبية ودخلت بالمستشفى وبلشت تتعالج لبين ما تشافت وتعافت من هذه الصدمة العصبية. طبعا هاي الصدمة العصبية قبل بشهرين من الجريمة المؤلمة اللي تعرضت لها غدير. طبعا بعد ما طلعت بنتها من المستشفى، اجت غدير أخذت أولادها وراحت عند أهلها وقررت عدم العودة، وبلغت أمها أنا نهايتي على يد زوجي، هو اللي راح يقتلني وأنا عشان هيك ما بدي أعيش معه وما بدي أتواصل معه. صار الزوج يحاول يتواصل معها مشان يرجعها، طبعا هي كانت ترفض إنها ترد عليه. وللأسف لما تصير مشاكل زي هاي إحنا ما منبلغ حماية الأسرة، لا، يتوجب أن تبلغ حماية الأسرة حتى تضع حلول منيح تنهي وجود الطرفين مع بعض، حتى لو كان الطلاق، الطلاق أفضل من الموت. المهم غدير ظلت عند أبوها ورافضة بكل الأشكال إنها تتواصل مع زوجها، ورافضة كمان إنها تعود إلى بيت الزوجية. هون الزوج قرر إنه يقتلها، جاب مسدس وجهز العتاد وسحب حاله وأخذ تاكسي وبلش يراقب فيها كيف تتحرك كيف بتروح. فاكتشف انه هاي الصبحيات كل يوم بتوصل اولادها لباص المدرسه بسيارتها، بتقطع مسافه من بيت ابوها لعند باص المدرسه، وايضا هو في عمان، بتوصل اولادها عند الباص، بيجي الباص بياخذهم بيدخل فيهم على المدرسه. طبعا شاف سائق تاكسي وقال للسائق بدي اسير، طلب منه مشوار يوديه على منطقه العبدلي، وقال له بدي منك شغله، بدي اخذ تليفونك واسير اتواصل انا وياك لما بدي اجي اطلع مشوار. قال له هذاك ماشي وكيف على السلافة. بعديها بيومين بعد ما اندل الزوج زوجته وين بتروح وين بتيجي شو الطرق اللي بتسلكها، قرر انه طبعا يقتلها. فكان جايب مسدس وحط وعشاب العتاد وراح الصبحيات لبس كمامة. كان طبعا هذا الحكي قبل سنتين بال 2021، وكانت الكمامة طبعا بتسكر على جزء من وجهه بالتالي مش مبين ملامحه، وجاب شماغ وحطه على كتافه وحكى مع السائق وقال له بدي أروح أنا وياك هالمشوار. فراحوا وياك. قديش كانت الساعة؟ الساعة تقريبا 5:30 صباحا. راحوا على المدرسة، بعديها طلعوا ورا الباص، الباص عند نقطة معينة إجت زوجة هذاك الزلمة، الزوج حطت أطفالها عند الباص على أساس طلعوا بالباص، وهي راجعة قال له الحق لي هاي السيارة، هاي السيارة إلي واللي بتسوقها هي زوجتي. المهم حاول يمشي عن جنبها يقولها وقفي، ما رضتش توقف. المهم تجاوز عنها ووقف امامها مباشره
وخفف السرعة لدرجة أنه أجبرها على التوقف. لما أجبرها على التوقف نزل الزوج وهو القاتل منيح من سيارة التاكسي اللي كان فيها، وراح وين قعد؟ قعد بالسيارة اللي فيها زوجته، وصارت هذيك تصيع عليه وهو صيع عليها. بعديها قال لها خلص نهايتك الآن بالمسدس، وأطلق عليها 5 رصاصات. ومجرد أنه أطلق 5 رصاصات نزل من السيارة وراح استأجر سيارة تاكسي وهرب باتجاه منطقة اسمها المنارة. المسدس اللي معه كسره ودفنه بين التراب حتى يخفي أداة الجريمة. طبعا راح كمان غير ملابسه، ولما غير ملابسه راح سحب حاله وراح عند جهة منطقة اسمها دوار الشرق الأوسط، معروفة لنا جميعا جهة الوحدات ومنطقة القويسمي. وهو عند دوار الشرق الأوسط شافته دورية نجدة. لما شافته دورية النجدة ما بعرف الشرط اللي هناك استلهم انه وقفه، يعني إجازة إيحاء انه لازم وقف هذا الشخص اشوف شو عنده. القاتل نفسه اعتقد انه الشرطة اندلت عليه، كانت هي الشغلة بمحض الصدفة، وإلا ما كان حدا عارف عنه أي معلومة لهذا القاتل. ما حدا كان عارف أنه الزوج هو اللي أطلق النار، وخاصة أنه أداة الجريمة لو تركها في مسرح الجريمة ممكن من البصمات أنها تبين. على أي حال تم إلقاء القبض عليه، وهو أول ما وصل لعند الشرطة قال لهم أنا عارف أنتوا ألقيتوا القبض علي لأنكم شفتوني وأنا بقتل زوجتي، أو عرفتوا أنه أنا قتلت زوجتي. طبعا هم متفاجئوا عن إيش هذا الشخص بحكي، ودوه على المركز الأمني. في المركز الأمني اكتشفوا فعلا أنه هناك في جريمة، ودوه على المركز الأمني اللي صارت عنده مسرح الجريمة اللي هو مركز أمن الهاشمي الشمالي. وهناك تم التحقيق معه واعترف بكل التفاصيل وحولوه على مدعام الجنايات الكبرى. طبعا نتيجة الوفاة كانت النزيف الدموي الحاد وتهتك في القلب والرئة. المنتهى العام بعد ما حقق معه وشاف شو تفاصيل القضية وشاف التهديدات السابقة للمغدورة وشاف كيف المتهم أو الزوج كيف كان يخطط لارتكاب الجريمة، وكيف كان يتتبع المغدورة، وكيف كان حريص أنه يخفي أي أثار له في الجريمة، فأستدلوا تهمة القتل العمد. على ضوء تهمة القتل العمد أدانته في محكمة الجنايات الكبرى وحكمته بالإعدام شنقا حتى الموت. طبعا تميز القرار، وكمان محكمة التمييز أيدت قرار محكمة الجنايات الكبرى، وهيك تم إزالة الستار على قضية المغدورة غدير. لمتابعة مزيد من حلقات أسدل الستار أرجو وضع إعجاب ومتابعة على الروابط الموجودة أسفل الشاشة.